السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التقرير الأممي الذي كشف عن وصول أسلحة جديدة لميليشيا الحوثي. أفاد تقرير لخبراء أمميين أن ميليشيا الحوثي استحوذت خلال العام الماضي على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران. وقالت وكالة فرانس بريس أن التقرير ثمرة تحقيق أجراه خبراء الأمم المتحدة لمدة عام وتم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي ومن المفترض أن ينشر قريبا. أضاف التقرير أنه بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة بحوزتهم الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من طائرات بدون طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار وصول الأسلحة الجديدة إلى ميليشيا الحوثي عبر عمان، وموقف الحكومة الشرعية والتحالف والأمم المتحدة من استمرار انتهاك الميليشيا لقرارات حظر السلاح. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أسلحة جديدة حصلت عليها ميليشيا الحوثي مشابهة لتلك المنتجة في إيران. بهذه الجملة استهل تقرير أممي اتهم فيه ميليشيا الحوثي بمواصلة خرقها للقرارات الأممية الخاصة بحظر السلاح إلى اليمن منذ العام 2015. التقرير الأممي الذي أرسل إلى مجلس الأمن ونشرته وكالة فرانس بريس يقول إنه ثمرة تحقيق استمر نحو عام أجراه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر السلاح. التقرير سلط الضوء على أن القطاع غير العسكرية وتلك العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر بعمان والساحل الجنوبي لليمن عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية وصولا حتى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. ولم يكشف التقرير عن مسؤولية إيران خلف عمليات التهريب التي تزود الميليشيا بالأسلحة، إلا أنه أشار إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها الميليشيا مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، مؤكدا أن الحوثيين باتوا يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات من دون طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية. وبتتبع أسباب ما قد يمثل خرقا للقرارات الأممية، يؤكد المحققون ظهور اتجاهين قد يشكلان انتهاكا للحظر. يتمثل الاتجاه الأول في نقل قطع غير متوافرة تجاريا في بلدان صناعية مثل محركات طائرات من دون طيار، فيما يتمثل الاتجاه الثاني في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطورا. استمرار تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي عبر عمان وعبر مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية والتحالف لا يعده مراقبون فقط فشلا في حماية الحدود اليمنية من عمليات تهريب السلاح، بل دفعهم إلى التساؤل حول جدوى وجودها واستمرارها، وهي التي نجحت فقط في حصار اليمنيين وفشلت في منع وصول الأسلحة للميليشيا التي تقتلهم. لنقاش أوسع ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، أيضا من من المنامة الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد إبراهيم. إذا ظهور هذه الأسلحة المتطورة والقدرات الفائقة للحوثيين حسب ما ذكره تقرير الخبراء، ماذا يكشف؟ والله أصلاً التقارير الدولية لم يعد أحد يؤمن بها ولا يصدقها، كون الطريقة الوحيدة ربما التي تصل إليها القوات إلى الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي هي عبر ربما كان يقال من عمان أو من ناحية المهرة من المياه، لكن هذه المحافظة تحت سيطرة القوات السعودية. فالتساؤل هنا هو حقيقة من الذي يسهل تلك تهريب الأسلحة؟ هل هم التحالف نفسه؟ هل هي يعني قوى من داخل الحكومة الشرعية وبرعاية دولية؟ كما تعرف هناك مخطط الآن بات واضحا لتقسيم اليمن، هناك أيضا أسلحة تصل لميليشيات المجلس الانتقالي، وهذا لماذا لا يتحدث التقرير عن الأسلحة الثقيلة التي تصل إلى ميليشيات إنقلابية مثل ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي؟ ربما الجهة الوحيدة التي لا يصل لها السلاح لا بطريقة شرعية ولا بغير شرعية
هي قوات الجيش الوطني والحكومة الشرعية. ما يحدث الآن حول هذا التقرير، ربما التوقيت جاء لأن هناك ضربات حوثية ربما برضاء التحالف الإماراتي السعودي وربما دول دولية تتحدث على أنه إبعاد الناس عن ما يجري في نهم، عن ما يجري في مأرب بخصوص تلك التقارير. لكن السؤال ليس هو حول تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي بقدر ما هو ما الذي يقوم به المجتمع الدولي لإنهاء هذا الانقلاب وكبح جماح الحوثي وقواته. المجتمع الدولي والتحالف يضرب الحوثيون ولا يحاول تجريدهم من السلاح، وإنما العكس، الضربات الآن من التحالف ضد القوى الجيش الوطني. تمكنت الميليشيات الانقلابية من يعني فرض سيطرتها على محافظة عدن، والمجتمع الدولي ساكت يتحدث على كيف تصلت الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي. نعم سيد إبراهيم، كنت قد ذكرت هذه مسألة جذرية وجانبية وليست الجوهر بما يجري في اليمن. نعم كنت قد تحدثت عن مدينة المهرة وتواجد القوات السعودية هناك رغم استمرار تهريب الأسلحة عبر هذه المحافظة. إذن لماذا القوات السعودية متواجدة هناك وهذه المحافظة خالية من المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي ولا يوجد فيها أي مشكلة؟ هي نفسها النقطة التي لماذا يتواجد أيضا تتواجد القوات التحالف السعودي الإماراتية في جزيرة سقطرى. هناك أطماع في اليمن، هناك أطماع في اليمن بادت واضحة. السعودية تريد منفذ إلى البحر العربي من خلال محافظة المهرة. الآن تبني ميناء المهرة ليس لليمنيين ولا لمحافظة المهرة وإنما للقوات السعودية. هناك عديد من القوات والقواعد السعودية في المهرة، وربما السعودية تحاول يعني عزل محافظة المهرة والسيطرة عليها وعزلها من بقية محافظة الجمهورية. وهذا ما بات واضحا لليمنيين، والشارع في المهرة يمانع هذه القوات بل يعارضها ويتظاهر ضدها. لكنها المملكة العربية السعودية وللأسف الشديد جارة سيئة تحاول تكسيم اليمن. هناك مشروع الانفصال الذي يدعمه السعودية. نعم تفضل بالبقاء معي سيد إبراهيم. أرحب بضيفتي الباحثة السياسية من المنامة ميساء شجاع الدين. مرحبا بك معنا سيدة ميساء. إذا تقرير أممي جديد يشير إلى حصول الحوثيين على أسلحة جديدة ومتطورة بعد 5 سنوات من الحرب، كيف يمكن تفسير هذا التقرير؟ هذا متوقع لانه اذا كان في حديث انهم بيمتلكوا اسلحه جديده كان واضح انه في تطور في مستواهم العسكري. نعم. وان هذا التطور ايضا طال ايضا الاليات العسكريه التي يستخدمونها. هذا معناه ان القطع بتوصل لهم، في قطع بتوصل لهم لما يكون السلاح كامل، فعلى الاقل في قطع وهم صاروا لديهم الخبره انهم يركبوها. طبعا الساحل الجنوبي يأثر لأنه ساحل طويل خارج السيطرة، فبالتالي ممكن أنهم يستغلوا في ثغرات كثيرة من خلال هذا الساحل، وأنهم يتحركوا فيه من خلال الفلوس أو من شبكة التهريب. ممكن حتى تكون شاملة لكل المناطق، يعني ما فيها المناطق التي خارج سيطرتهم ممكن من خلال شبكة التهريب تصل لهم، خصوصا أنها هذه منطقة واسعة جدا، جغرافيتها شديدة التشتت، يعني جغرافية واسعة تتكلم عنها وخارج السيطرة أصلا، الحكومة مش قادرة تسيطر على كم شارع في عدن يعني. فبالتالي من السهل أنهم ينقلوا معدات من الساحل الجنوبي إلى مناطقهم، لأنه المناطق الساحل الشمالي والغربي اللي تحت سيطرتهم في مراقبة دولية عليها، فمن الصعب أن يتهرب سلاح من خلالها. نعم، لكن هذه الأسلحة كما ذكر التقرير مرت عبر سلطنة عمان، بالتالي من وجهة نظرك يعني ما الذي ستستفيده عمان من تهريب الأسلحة للميليشيا؟ عمان عندها مخاوفها من الإمارات والسعودية، هذا منطقي، أتصور منطقي جدا، وهي يبدو أنها أقرب أيضا لقطر. والمسألة هي مكايدة سياسية أكثر من أنه في، أنت تتكلمي على منطقة ما فيش استراتيجيات سياسية. نعم. بقدر في مكايدات سياسية.
فعمان عندها مخاوف شديده على الحدود من الامارات ومن السعوديه، فاحتمال انها تشوف انها تقويه الطرف الاخر سوف يحمي، يعني سوف يحمي، يعني سوف يضعف من التحالف، من سوف يضعف من حلفاء في المناطق اللي هي على حدودها. نعم تفضلي بالبقاء معي سيدة ميساء. أرحب بضيفي من الرياض المحلل السياسي السعودي محمد القبيبان. مرحبا بك معنا سيد محمد. إذا تقرير أممي أكد وصول أسلحة جديدة للحوثيين، وهذه الأسلحة متطورة ولديهم الآن قدرات أكبر مما كانوا يمتلكون قبل 5 سنوات. أيضا هذه الأسلحة تم تهريبها عن طريق عمان وأيضا محافظة المهرة رغم تواجد القوات السعودية في هذه المحافظة. ألا يمكن اعتبار ذلك فشل من قبل التحالف في منع وصول الأسلحة للحوثيين؟ يا أهلا وسهلا فيك والضيوف الكرام. النقاط عديدة ومهمة. أولا يعني أنا والله ما شفت التقرير، لكن إذا أنه في زي ما حضرتك ذكرتي أنه عمان، فهذه نقطة يجب أن نتوقف عندها، وأنا ممكن أميل إلى هذا الرأي، لأنه يعني بالرغم من وجود يعني هناك مساحات كبيرة في منطقة الحديدة ولا زال ميناء الحديدة يسيطر عليه من قبل الحوثيين، ولكن ليش لا؟ هذا من الممكن. هنا مراقبة شديدة على سواحل البحر الأحمر، وفيما يخص السواحل الجنوبية يعني أنا لا أعتقد أنه راح تمرر عن طريق السواحل. ليش؟ لأنه الآن الوضع في الجنوب أربك المشهد في الحقيقة، أربك المشهد برمته. صحيح انه هنا اتفاق الرياض، وكان مفروض انه يتم تنفيذ الاتفاق وتعود الامور الى ما هي عليه. نعم. ونوقف ماذا يحدث حاليا في نهم والعمليات التي تقام او تحدث حاليا في معهد، هذا ثانيا. ثالثا انا لا اعتقد انه يعني الاستاذ ابراهيم، انا وانت يا ابراهيم نطلع من زمان في التلفزيون ونناقش ونحلل، تطرح نقاط يعني لنبعد عن السباق. ليس يعني من باب الحوار المملكة سيئة في هذه، أنا يعني اسمح لي أرد عليك وأقول لك لا، يعني ما يجب أن تقول هذه الكلمة. هناك أخطاء، كلنا نعترف بالأخطاء، أن هنالك تقصير، هنالك تقصير، أي نعم هنالك محاولات لهدم هذا التحالف للأسف من قبل قوة داخلية، وهذا رأيناه ما لمسناه في ال5 سنوات الأخيرة. التقرير الأممي لم يأتي بشيء جديد. سيادة اللواء، كنت قد تحدثت عن آليات المراقبة التي يتبعها التحالف في مراقبة تهريب الأسلحة للحوثيين، لكن هناك اتهامات يتعرض لها التحالف بأنه نجح فعلا في حصار المنافذ والمطارات، والمتضرر الوحيد هم المواطنون والشعب، وهذا دليل استمرار، يعني هناك من يتهم التحالف بأنه فشل وبأن المتضرر الوحيد هم الشعب والمواطنين، كيف تفسر ذلك؟ الجميع يعمل على إنهاء هذه الأزمة. حكاية أنه هنالك تغطية 100%، ترى التحالف ليس على قولهم سوبر باور قوة، التحالف يبذل جهود جبارة في بناء وإعداد ومحاولة لإيقاف تهريب هذا النوع من الأسلحة. التحالف لا يستطيع ان يعمل منفردا دون ان يكون هنالك شراكه واقعيه وحقيقيه لايقاف هذه الاسلحه ووصولها. ما يحدث للاشقاء في اليمن من مصاعب انسانيه، من كل اغذيه وادويه، الجميع يشارك فيها، ولكن هنالك يعني جهود جباره للخروج من هذه الازمه بالحد الادنى من الخسائر. لا يجب ان نتهم دوله بحد ذاتها، التحالف يبذل جهدا، ودائما ونرى هنالك يعني العديد من المساعدات التي يعني بلغت كم 11 مليار الى 12 مليار دولار. انا لا اؤمن هذا الشيء، لا، هذا واجب التحالف. اليمن اشقاء، لدينا مشكله. ما هي المشكله؟ لم ندير العمليه العسكريه بالطريقه الصحيحه، وخاصه بعد اتفاق السويد. معليش اسمحي لي ست نضال، التقرير الاممي هذا متاخر جدا. ماذا يعني بعد مراقبة لمدة عام؟ نحن لنا أكثر من 4 سنوات ونتحدث بهذا الموضوع. نعم. استمرار إيران دعمها للجماعات الحوثية. تفضل بالبقاء معي حضرتك، تكلمت عنها قريبا. إذا سيد إبراهيم، التحالف يقوم بجهود جبارة كما ذكر سيادة اللواء،
وكيف أنت تنظر إلى هذه الجهود بعد 5 سنوات من الحرب؟ أنا في اعتقادي الجهود الجبارة الذي استطاعت السعودية والإمارة القيام بها في اليمن هو إبقاء الحكومة الشرعية في المملكة العربية السعودية، منع الوزراء من العودة على اليمن إلى اليمن، تسليح الميليشيات الإنقلابية بسلاح خليجي من الإمارات والسعودية، تمكينها من إسقاط الحكومة الشرعية. إذا لم يستطع هذا التحالف إرجاع الحكومة الشرعية إلى عدن التي هي خاضعة لسيطرته ولقيادة قواته، فما الهدف من هذا التحالف؟ يعني نتساءل، هل هو هدف لاستعادة الشرعية وفي نفس الوقت لا يمكنون الشرعية؟ السلاح وصل إلى ميليشيات الحوثي. التحالف هذا يمنع الحكومة اليمنية من شراء حتى قطعة آلي. الحكومة اليمنية، ومعروف أن الجيش اليمني يشتري السلاح من السوق السوداء داخل اليمن، ومعظمها السوق السوداء التابع لميليشيات الحوثي. ما لا أعرف ما هي الجهود الجبارة التي استطاعت السعودية والإمارة القيام بها في اليمن غير السيطرة على الموانئ وعلى الجزر وبناء القواعد وعدم استهداف ميليشيات الحوثي. يعني جبال نهم اليوم أكبر شاهدا على ذلك، مريس في محافظة الضالع أكبر شاهدا على ذلك، محافظة البيضاء أكبر شاهدا على ذلك. سنوات ولم يمولوا تلك الجبهات بأي شيء ولم يدعموها، بل بالعكس ظلوا متفرجين عند الحدود التشطيرية، وذلك معروف لليمنيين أن هناك أطماع سعودية ربما قبل أن تكون إماراتية منذ الستينات عندما مولوا الإمامة، وفي 94 عندما مولوا قوات الانفصال لمحاربة الشرعية والوحدة، واليوم نفس القصة. يعني في 2011 مولوا الميليشيات التي كانت تحسب على علي عبد الله صالح وعلى الحوثي، وأعطوا لعلي عبد الله صالح حصانة ألم تكن هي المبادرة الخليجية التي يعني وقفت ضد طموحات الشعب اليمني بنظام بمساعدة باستعادة الجمهورية وبناء نظام ديمقراطي عادل؟ ألم يكنوا هؤلاء من 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 قاموا بكل ذلك واليوم لا يسمحون للرئيس الشرعي حتى بالحديث؟ يعني كلام غير منطقي. يعني المسألة مسألة واضحة بالنسبة لنا، ما الفائدة من القواعد العسكرية والإماراتية لم تحاول باستعادة الشرعية وضرب الحوثيون؟ لأن الآن نحن نتكلم على موضوع يعني جانبي ليس له علاقة بالمعركة. يعني وصول الأسلحة لقوات الحوثيون هذا مسألة بسيطة جدا. المعروف منذ السابق أنه حتى فارس مناع كان أكبر محرف للسلاح في اليمن للقرن الأفريقي، هذا معرف منطقة معروفة، ولدينا حدود شاسعة وممرات بحرية شاسعة. لكن السؤال هو ما الذي قام به التحالف أو حتى الحكومة الشرعية لكبح جماح ميليشيات الحوثي في اليمن؟ لا شيء، الحوثي مسيطر على المناطق التي سيطر عليها. نعم، سأنقل سؤالك لضيفة ميساء. اليوم مقابل هذه الأسلحة والقدرات المتطورة التي وصلت إلى الحوثيين، هناك عمل محدود لحماية المدنيين من قبل الشرعية والتحالف. حماية المدنيين، نعم طبعا حماية المدنيين هذه مسألة مثيرة للحساسية، لأنه كل الأطراف حتى الآن أثبتت عدم الحساسية من اتجاه هذا المسألة، بالتالي ما هو المطلوب؟ ألو، نعم أسمعك، ما هو المطلوب للرد؟ يعني عفوا ما سمعتك. نعم، كنت قد سألتك عن تواجد هذه الأسلحة للحوثيين، هذه القدرات المتطورة، رغم أن هناك عمل محدود من قبل الشرعية والتحالف لحماية هؤلاء المدنيين، بالتالي ما هو المطلوب لتدمير هذه الأسلحة المتوفرة لدى الميليشيا وبالتالي حماية المدنيين وعودة الحياة إلى ما كانت عليه؟ هذا السؤال متأثر جدا. نعم، أولا نكون واضحين، الحلم في العلاقة ما بين الشرعية والتحالف بدأ من أول الحرب. في شيء من الشرعية طبعا غارقة في الفساد والفشل في أدائها، لم يكن هناك أي شكل من أشكال بناء الثقة بين هذين طرفي التحالف سواء السعودية أو الإمارات، وهذا لها متعلق بسلوكها بدرجة أساسية، ومتعلق بأنه التحالف نفسه نواياه وخططه مش واضحة تماما للحكومة.
الشرعية، لا يوجد مثل ما يقال عقد عمل أو يعني ما بين الطرفين، لا يوجد شيء مفهوم هذه العلاقة، بمعنى أن الحكومة صار بالنسبة لها التحالف أو صارت بالنسبة لها الحرب فرصة للإثراء لكثير من أفراد الحكومة. ما حدث في نهم هو خطأ متعلق بالحكومة أكثر مما هو لها علاقة بالتحالف. نعم. يعني التحالف حتى إذا وفر غطاء جوي، إذا إحنا تكلمنا على قوات بلا مرتبات بلا قيادة، فمن أين هذه القوات أنها تنجح؟ ولماذا هي بلا مرتبات بلا قيادة؟ ليس من الناحية المالية، هي متوفرة الأموال، لكن هذا لها علاقة بالفساد الموجود بالحكومة. لكن دعينا نكون واضحين أن الأشخاص الذين بيديروا هذه المعركة هم نفسهم الذين أداروا معركة حروب صعبة بنفس الأداء الفاشل بنفس الفساد. نعم. معظمها أسماء وهمية، جنود مش موجودين، مرتبات بيأكلوا معظمها، الجنود بيظلوا 6 شهور من غير مرتبات، فهذا الجندي الذي يظل 6 شهور من غير مرتبات وزيادة فاكرة في الرياض، فمن نعم. أي هو سيحارب معنوية قتالية جيدة؟ يعني حتى لو افترضنا أن التحالف قام بكل ما لديه من غطاء جوي، كيف هذا الجندي ممكن ينجح؟ لا مستحيل ينجح. يعني نعم. وهذه كانت فضيحة كبرى حقيقة، لأنه الفكرة أنه تضبط منطقة أنه تكون في موقف دفاعي، المفروض الوضع أفضل من الطرف الهجومي. نعم. فهذا معنى أنك قدرت تسيطر على المنطقة اللي هو كان الوضع الأصعب، ثم فشلت في الحفاظ عليها وطردت منها، هذا دليل على فشل مخيف. هذه يعني فضيحة مخزية، شيء مخزي الذي حدث هنا. نعم. والذي يتحمل مسؤوليتها بشكل كبير هي طرف الحكومة الشرعية، محاولة تبرئة الحكومة لوم التحالف في هذه المسألة بالذات. أتصور هي محاولة تبرئة الأطراف السياسية معينة داخل الحكومة، مسألة لها علاقة بالمكايدة الذي حادثة بصدف الحاصلة بسبب الأزمة الخليجية. نعم. التحالف أتصور لديه مصلحة في هذه الحرب، مصلحة مشتركة مع الحكومة، لا يمكن التشكيك. شكرا. ممكن يكون هناك سوء نوايا، سوء تخطيط، لكن لا يمكن التشكيك في حقيقة أن التحالف من مصلحة إضعاف جودة سوريا على الأقل على حدود السعودية. نعم، شكرا جزيلا. مصلحة، لكن مسألة تقسيم اليمن وغيرها هذه ممكن تكون واردة فعلا، التحالف ممكن يدعم تقسيم اليمن، ممكن يدعم هذا المشروع. نعم. لكن مسألة إضعاف الحوثي هذه مسألة أتصور أن التحالف هذا هدف مشترك، وهذا هو الهدف الذي دخل عليه التحالف وخسر لأجله كثير من الأموال والسمعة. فبالتالي من مصلحة التحالف وإضعاف الحوثي الحديث أن التحالف ضرب قوات الجيش الوطني، هذه خبر لم أسمعه من أي جهة خبرية مقايدة محترمة، لم أسمعه من أي جهة خبرية مقايدة. المسألة كلها مجرد إشاعات حتى الآن. شكرا. وهي لا تدخل العقل المنطقي. شكرا جزيلا لك الباحثة السياسية، أعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة. ميساء شجاع الدين، كنت معي من المنامة. أعود إليك ضيفي سيادة اللواء. إذن التقرير ذكر أن الأسلحة تهرب من إيران إلى الحوثيين عن طريق سلطنة عمان، ما مصلحة عمان من تهريب الأسلحة للحوثيين، وأيضا ما موقف التحالف تجاه السلطنة؟ لا بد من يعني هذا نقطة جد مهمة، وأنا في الحقيقة لا أعتقد أنه بهذه السهولة يتم تمرير هذا النوع من الأسلحة وبهذه الكمية عن طريق عمان. عمان دولة قد يكون هناك حدود مشتركة أو أن هناك حدود مشتركة، ولكن لم تسمح بهذا الأمر، خاصة أنه يعني عمان تلعب دور وسيط جدا ممتاز لحل الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء. لدينا المشكلة مع اللي نايمين في البلد نفسها، الذين ينظرون وينظرون باعتقادهم بأنه يجب أن حتى التحالف أعتقد أن يقوم بأعمال غير ما هي مجدولة، وينتظر الجيش الوطني أن يقوم بهذا التحالف. أنا أقول لك يا ست نضال كالتالي، إيران داعم ومستمر وسوف تجد العديد من الطرق لإيصال الأسلحة. الإعلام المزيف، الإعلام الطائش، الإعلام أنا أسميه الإعلام الطفيلي الذي يحاول أن يؤجج الموقف بآراء باعتقادي أنها يعني أسطوانة مشروخة، هذا أيضا يؤجج الموقف. لكن سيادة اللواء، هذه ليست آراء، هذا تقرير صادر عن خبراء أمميين
ذكر النقطة التي قلت لك بأن عمان هي طريق لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وأنا رديت لك، أنا أقول لك استنضال، هذا أمر في غاية الخطورة إذا أن دولة تشترك بهذا الأمر، يعني هذا خطير. لكن أنا لا أتوقع، لأن التقارير الأممية في الحقيقة يعني فيها نوع من المغالطات، ومغالطات كبيرة. يعني لما نجي نشوف بعض التقارير الأممية، يمكن تذكرين تقرير طلع قبل فترة عندما تحدث عن ضرب المدارس والمعاهد وإلى آخره، كانت كافتها مع معلومات مضللة، لذلك لا أجد ذلك مصداقية كبيرة. وصول أسلحة، نعم، هناك أسلحة توصل، هذا الحوثي يهدد الآن مأرب، ويهدد الجوف، ويهدد العديد من المواقع اللي هي تحت سيطرة الجيش الوطني. من وين عنده مصنع؟ المصانع تحتاج إلى دراسات، وتحتاج إلى معامل، وتحتاج إلى أوقات حتى تجريبية وميادين الرماية علشان يطبقها. لا، هي تصل من إيران، وهنالك دعم مادي من بعض الدول الداعمة للحوثي وجماعته، ومحاولة من هذه الدول لاستمرار هذا الصراع. إذن كيف يعني كيف تفسر استمرار المعركة لخمس سنوات على التوالي وتزايد القدرات بالنسبة للحوثيين، رغم أن هذا السلاح لا يأتي نقطة في بحر السلاح الذي تمتلكه السعودية؟ ولماذا لا يتم دعم الجنود في الجبهات لإنهاء هذا الانقلاب؟ هنالك دعم مستمر، لكن هنالك يعني في الحقيقة أنا أقول لك، إذا أن الحوثي الآن بدأ يستعيد بعض المناطق التي هي تحت سيطرة الجيش، هذه مصيبة، هذه مصيبة بحد ذاتها. يعني أنا قاعد أشوف تقرير الحوثي وما يدعيه بأن إطلاق بعض الصواريخ، هذه مصيبة. أنا لم أسمع، لم يتحدث عنها، لم يتحدث باسم التحالف أو تحدث عنها أي جهات رسمية، ولكن ما يحدث أن الحوثي الآن بدلا أن يكون مدافعا، هناك جنود من الميدان يعني صرحوا لقناة بلقيس بأنه لا تصلهم أسلحة. لا، شوفي ست نضال، بعض الأمور نحن نتكلم أمام مسؤولين، عندنا لدينا رئيس أركان، لدينا قادة مناطق، لدينا وزير دفاع، لدينا حكومة. نعم، هذه هي الجهات التي يجب أن نأخذ بكلام. وضحت جندي فكرتك. يعني مدعوم. نعم، هو يطلع يصور لنا فيديو، هذا لا يجب أن ننظر، لا تغريدة ولا بعض المعلقين الذين يحاولون أن يصطادون في الماء. شكرا لك، شكرا لك سيادة اللواء محمد القبيبان، كنت معنا من الرياض. سؤال أخير لك أستاذ إبراهيم القعطبي، يعني هذا التقرير وتزامن صدوره الآن، ألا يمكن أن يتم استغلال هذه النقطة بالتالي شرعنة تواجد القوات السعودية داخل محافظة المهرة؟ ليس فقط شرعنة تواجد القوات السعودية، وإنما أيضا محاولة إبعاد اللوم على يعني مسؤولية، إبعاد المسؤولية عن ما يجري في مأرب اليوم عن الحكومة الشرعية وعن التحالف الذي يفترض أن يكونوا هم من يعني على خطوط المواجهة مع الحوثيون، وأيضا رمي الفشل على التهريب. نحن الآن يعني إذا لم يستطع هذا التحالف بكل قواته وجبروته ومعداته وعلاقة الخارجية بمحاربة الحوثيون في جبالنا، فالتساؤل هنا كيف سيستطيعون محاولة استعادة الشرعية وهزيمة الحوثي، وكما يقولون المشروع الإيراني في اليمن. هناك يعني كل مرة يحصل هزيمة للشرعية وللتحالف يقومون بتسريب مثل هذه التقارير من أجل يعني لفت النظر أو لفت الانتباه إلى اتجاه آخر بعيدا عن المعركة، وهذا فأعتقد أنه جزء من المؤامرة الدولية التي باتت واضحة في اليمن، وجزء من أيضا الأهداف الخليجية التي لا تحاول التملص من المسؤولية التي وقعت عليها كونها هي من تقود هذا التحالف ومن تسيطر على قرار الحكومة الشرعية، ومن ثم الحديث حول تهريب أسلحة، حول وصولها إلى الحوثيون. طيب السعودية لديها أكبر ربما مخزون سلاح في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية والأفريقية، يعني ولا يستطيعون تمويل الجيش الوطني ومحاربة الحوثيين. هذا المفروض الأشياء التي المفروض نتساءل عنها، أين تمويل الجيش الوطني وأين محاربة الحوثي؟ هذه الأمور لم تعد ميدية ولم تعد واضحة للشعب اليمني. نكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معي من واشنطن. كما أشكر ضيوفي من المنامة الباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، وأيضا كان معنا من
من الرياض المحلل السياسي السعودي اللواء محمد القبيبان. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة. تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.